نتفرج على الصور بتاعت زمان. اوكي اوبا لا اله الا الله. اوبا اوبا دي اشكال دي بالذمه لا يا جماعه. اله طيب دايما عامر دايما استاذن انا ايه لا ايه البلوفر. طب خلينا نتكلم واحد على حاجه حاجه. يعني ايه البلوفر ده بيومي؟ لا انا مش في الصوره البلوفر بس. بص دي احلى ايام حياتنا. دي احلى ايام حياتنا. دي كانت من بروفات مسرحيه الراجل اللي اكل الوزه اخراج موريس عدلي و 89. اسمها ايه اسمها المسرحيه يا مجد؟ الراجل اللي اكل الوزه. اللي اكل الوزه الرجل الذي اكل وزة. الرجل الذي اكل وزه اشمعنى بقى ايه ايه في كان سعد عبد الرؤوف الشخصيه اللي بعملها دي حلم في يوم من الايام ان هو اكل وزه. فبيتم التحقيق معاه انه الحلم ده معناه ان انت بتحلم بحاجات مش مظبوطه وان انت بتحلم بالسلطه ومش السلطه وحاجات كده يعني بتتفصل. تاليف الاستاذ جمال عبد المقصود. جمال عبد المقصود وجي حضر المسرحيه وكان فرحان جدا جدا جدا. بس الغريبه يا امير انت مسكت في البلوفر وسبت الشنب. انت عارف ان اصل انا الشنب ده ما بقدرش اغلط فيه. الشنب بالنسبة لي مهم انت عارف اخذ فترة كبيرة من حياتي فما اقدرش. ايوه بس ده شنب غير الشنب يا راجل. ايه كان في بقى افيه في المسرحية دي واحنا بنعرضها سوريا ماجد كان في افيه كان كل ما اجي اضرب ماجد فيقعد يصرخ خلاص. ففي يوم واحد العروض يعني بابا ماجد الله يرحمه كان موجود في الصالة فانا بضربه مرة التانية التالتة صرخ يا ابو مش عارف حاجات كده بتاع. قلت له الله انت بتضرب كل يوم ولا عشان ابوك قاعد في الصاله؟ فالافيه جاب عالي جدا فشويه وحد دخل تاني احمد عبد الفتاح جابر اللي بقول لك عليه دوت راح رامي برضه ولا عشان ابوك قاعد في الصاله. شويه 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 ماجد سير معانا بالليل روح البيت لا بابا سايب ورقه بيقول له ماجد ماما بتقول لك لو في غسيل يبقى سيبه عند البتاع امضاء بابا في الصاله. الله يرحمه كان دمه خفيف جدا. الله يرحمه. تعال نشوف صورة تانية. اوبا 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 اوبا. ده سيد. ده عم سيد. لا لا لا. ده عم سيد. ايه معرفش نفسك؟ ده لا لا. لا 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 كان ماجد معايا في المسرحية دي. الهلافيت. دي كان مسرحية الهلافيت. في قاعة منف. بتتعمل في قاعة منف. ده اتفاجئت اللي ما كانش عارف نفسه، ما كانش عارف نفسه في الأول. لا يا شيخ أنا عارف نفسي أهو. حتى تخين قوي أهو بص. لا ومقهور. ومقهور برضه.